حب الآخرة ليه؟ لماذا؟ نعم. لأن الدنيا معبر، بدليل أننا أدركنا من كان أسن منا وانتقل. نعم. يبقى أنا بواقع الحياة ناس كانوا قبل مني وراحوا. نعم. وبعد ذلك إن كانوا منعمين انقطع نعيمهم، وإن كانوا منعمين ولسه أحياء يمكن النعيم يزول عنهم. نعم. إذن أنا في الدنيا مهدد، إما أن يفوتني النعيم وإما أن أفوت بالموت أنا النعيم. فإذا بشرت بأن هاته دار لا ينقطع عنك النعيم ولا تنقطع أنت عن النعيم، لا موت فيها ولا ممنوعة ولا مقطوعة. الله. يبقى إذن نقول لأحسن اعملها بقى واعمل المقارنة وخذ البديل الأقوى الأخلاق.